الجديد أن ربما هذه السنة أكثر من 15 مؤلف الذي سندخل به المعرض. الجديد هو جعل كل إنتاجات المجلس عبر جدار إلكتروني يمكن تحميل الكتب من خلاله. الجديد هو إنتاج لعبة يعني من خلالها يتم يعني تأطير الشباب والأطفال المغاربة على المبادئ ديال الحرية والوسطية والاعتدال وحب الآخرين ومحاربة الكراهية والعنف والإرهاب. الجديد أيضا طرح هذا السؤال الكبير حول العرض الثقافي المغربي لمغاربة العالم. ربما الآن من خلال التراكم الذي حققه المجلس يمكن أن نقول له بإمكاننا بلورات سياسة عمومية تستجيب للانتظارات والحاجيات المغاربة عبر العالم، ويمكن للمغرب أن يتوفر على عرض ثقافي لائق يقدم من خلاله صورته، يعني التي ربما هذه الصورة التي ندافع عنها جميعا ولكن لم نصل يعني لدرجة من الفاعلية في تسويقها. فأقول ربما الجديد هو هذا. هذا سنطرح سؤال حول هذا العرض الثقافي المغربي المتواجد يعني خارج حدود الوطن، فنريد أن لهذا العرض أن يتقوى، وأن خاصة أن هناك مجموعة من المؤسسات المتدخلة وأن يكون يعني اشتغالها في اتجاه واحد يعني يرمي خدمة مصالح البلاد ومصالح الجالية المغربية في الخارج، وأيضا أن تتفاعل المؤسسات الوطنية المختصة صاحبة الاختصاص من مؤسسات مثلا وزارة التعليم، وزارة الثقافة، وزارة الاتصال والوزارات الأخرى، يعني بهذه الإنتاجات الغزيرة لمغاربة العالم كما قلت أنها تمثل يعني ثروة لا مادية لا تقل، بالعكس تزيد ربما عن مساهمتهم المادية عبر التحويلات، لأن هذه الثروة اللامادية تقود المجتمع المغربي الذي ربما يعيش الآن يعيش نقاشات مهمة جدا. هذه الإنتاجات ستساهم في التقريب يعني بين مختلف يعني الآن الفاعلين أو المتدخلين أو الفرقاء يعني في هذه النقاشات، لأن المغاربة يعيشون في مجتمعات متطورة، مجتمعات ديمقراطية، مجتمعات علمانية، مجتمعات يعني حديثة، مجتمعات دي حقوق الإنسان، يمكن أن تكون لهم مساهمة في رأب الصدع، في مساهمة في الجمع بين الفرقاء في المغرب وبناء هذا الوطن. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب، بارتاجيو الفيديو، ديرو جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.